توجهنا لمكان الحدث فورا. اول غارة، ثاني غارة، ثالثة، نشيط الله عز وجل انه كانت مستهدفة الطاقم الكادر اللي متوجه لهني، مما ادى لاصابة عنصرين او ثلاثة. اثار الصواريخ العنقودية هون نزل واحد على الشباب، وهذا ما زال شاهد، يعني مثل ما بيقولوا اللغة العامية ما زال موجود. ومنحب نوجه رسالة ل بشار الأسد وجنده، لساعتكم طيرانكم وندوا طيرانكم وعظمتكم تحت العرش ما فوق العرش، صابرين إن شاء الله إلى ما شاء الله، وإن شاء الله الله عز وجل هي السبب إن شاء الله، وبنخلص إن شاء الله منه بإذن الله عز وجل، والله ينظرنا وينظرون إن شاء الله كيف الشفاء العاجل يا رب.